ثلاثة وكان معنا المرحوم الضيف وكان ليه ضريفة. لا احنا ما ضربناش، هو انا انضربنا طبعا. ايوه، ولولا الاستاذ فريد شوقي فعلا كنا رحنا في داهيه، لان هو قام غنى غنوه واحده كل اللي في الحفله طلعوا وروحنا كلنا سالمين. فالاستاذ فريد شوقي بمناسبه الليله الحلوه دي، وكلكم مصرين طبعا وتحبوا تسمعوا صوت الفنان العاطفي القوي مطرب الجبل والصخر والرمل والبراري، مطرب البراري العنيف وملك رصيف نمرة خمسة، الفنان اللوزعي العاطفي الأسط حسن الذي مضى به قطار العمر إلى لا تبكي يا طبيب العمر. وهيقول لنا جملة حلوة وكلنا هنرد عليها. إذا كان الأستاذ فريد مش فاكر أنا هفكره وهو هيقولها. الأستاذ فريد شوقي هيقول غنوة صغيرة بس كلنا هنرد، لأنه لو زعل الاستوديو عليه العوض. وربنا يديه الصحة الأستاذ فريد شوقي على ما بيتمطع تنطيعة، جزء ده راح والجزء الثاني راح. هيقول لنا الفولكلور الصعيدي الظريف اللي هو عشطان تعال اشرب، احنا كلنا هنقول اللع اللع. يعني ايه المطلوب من الاستاذ فريد؟ هيقول بس عشطان تعال اشرب لع لع. هيقول التاني خد مني كوباية لع لع، النبي تيجي لع بصوت فريد شوقي الحنون. Ladies and gentlemen, we have the famous movie star Fit Shawki and Inapiti. La la. سنة حلوة علينا كلنا وعلى الأمة العربية. أنت عاوز مين؟ أنا عاوز الناس تقفل التلفزيون. لا 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 والله لا مفيش، بس هو اللي عنده اقفل هو هيشتمونا هيضرب في مصر هيضرب. طب قول أنت اللي قول قول الأول. فريد شوقي نزل على القناتين. هو حضرتك هتقول انا بتيجي لا لا حلفتك دي، ده فولكلور صعيدي ايطالياني. طيب قول بقى الاول. فولكلور يعني انا هقول عشطان تعالى اشرب، هتقول لا وهغمزك، حضرتك تقول انا بتيجي بس بعد ما اغمزك. عشطان تعالى اشرب لا لا. ما غمزتش يا سمير. مني كباي لا لا، النبي تيجي النبي تيجي لا لا، لفتك تيجي حلفتك تيجي لا لا. لا بس كويس لا مؤاخذة الأساس المطربين يعني. إذا بعد كده الموال على طول عشان لا ممكن حتى إن شاء الله يا ليل يا عين حتة الدنيا. ليل يا عين حتة الدنيا غنيتها في الليدو حته من حاجات باريس اللي حضرتك بتعمل. لا ده رانيا وعبيد اللي كانوا بيقولوا في باريس مش انا. اقول ايه يا سيدي؟ يعني بس لا والله انت اللي خليت معايا يا شيخ سيد، خليك معايا والنبي. ده الغنى ده صعب قوي بس حلو، اتضح التمثيل سهل يعني. اقول انت يا ليلي يا انا لسه يا عزبي. اقول ازاي مين اللي لحن لك دي يا استاذ؟ الموجي هو دايما استاذ موجي على الحلقة صعب وعاوز تطلع وجوه جديدة. قال انا وجه جديدة طبعا. جليل حلو قوي حلو حلو. الله الله العب ده سهل الغنى يا عزبي بقى من اولها. الله كده من اول الفينال بتاعك يا عين. الله نشكر الاستاذ فريد شوقي على القصيده الرائعه اللي قالها، وده كان سبب الخناقه اللي قامت لما كنا